قد سميت البلدة على اسم الأمير عبد القادر الجزائري عام 1840 لتكون بذلك الموقع الأمريكي الوحيد الذي يحمل اليوم اسم شخصية عربية مسلمة. مراسلنا عبد الرحيم فقراء يروي زيارته بلدة القادر في هذا التقرير. عبر مساحات شاسعة من حقول الذرة في ولاية أيوا الأمريكية تلوح في الأفق بلدة القادر، هكذا سماها المحامي الأمريكي تيم ديفيس عام 1840 تكريما لمقاومة الأمير عبد القادر الجزائري للاستعمار الفرنسي آنذاك. في متحفها الصغير تحفظ البلدة ذاكرة الأمير. بيتي بوكهولز التي تسهر على المتحف تقول إن انهزام الرجل أمام الجيوش الفرنسية في نهاية المطاف لم يمحي ذكراه من ذاكرة أهل البلدة كمقاتل باسل في الجزائر وكرمز للتسامح في سوريا حيث أنقذ حياة مئات المسيحيين آنذاك. لقد قاتل من أجل الحرية، قاتل من أجل استقلال بلاده وشعبه، ولهذا استحق الإعجاب ولأن الناس هنا يؤمنون بذلك. عمدة البلدة بوب غارمز يقيم فيها منذ سبعينات القرن الماضي، وقد وفرت ذاكرة الأمير عبد القادر للعمدة وبلدته الصغيرة أجنحة كبيرة تحلق بهما في رحاب الدبلوماسية الدولية. اجتمعت إلى سفراء جزائريين لدى أمريكا تابعوا ما يجري في القادر خلال السنوات الماضية. الحكومة الجزائرية قدمت لنا دعما ماليا مهما في أعقاب فيضان عام 2008، وهو ما يعطي معنى لحقيقة تسمية القادر كتخليد لجورج واشنطن الجزائري. على مقربة من دار الأوبرا أقيمت حديقة صغيرة تكريما لمدينة معسكر الجزائرية مسقط رأس الأمير عبد القادر. صفو هذه الرمزية حسب كاثي غارث لم تعكره لا أحداث 11 من أيلول سبتمبر ولا ما لحقها من زلازل في العلاقات الأمريكية الإسلامية. إنه أمر حيوي أننا نمضي قدما في التعليم، نأمل أن الناس يسعون إلى ذلك، الأغلبية تريد التعلم للإبقاء على العقول منفتحة. لا تكتمل زيارة بلدة القادر إلا بزيارة مكتبتها حيث تقف ذاكرة الرجل الذي يسمع الأمريكيون في حربه ضد الجيوش الفرنسية صدى لحرب استقلالهم عن بريطانيا. كما لا تكتمل صورة القادر دون زيارة لمقبرتها حيث يرقد أموات أمريكيون عاصروا الأمير الجزائري وربما عرفوه فيلسوفا ومناصرا لدينه وقائدا لرجاله ومحبا للحرية مثلهم كما يقول أحفادهم. كل نفس ذائقة الموت، لكن ذاكرة الأمير عبد القادر لا تزال حية في هذه البلدة التي ربما تمثل جزيرة للتسامح في خضم يتموج بالعداء والكراهية في هذه المرحلة من علاقات الولايات المتحدة بالعالم الإسلامي. عبد الرحيم فقراء، الجزيرة، بلدة القادر في ولاية أيوا الأمريكية. ونصل الآن مشاهدينا إلى جولتنا.